تموت وقد أعنت فقيرا ومسكينا، أن تموت وقد سددت دينا على مدين. أوعد السيد خلصت لي الكريدين، جيت للدار ضربت أب موتة. معناها أن لك عمل ختمت به راسك أنت ويبقى عمل من بعديك. أن تموت وتدخل سرورا على مسلم، أن تموت وقد كشفت كربة من كرب عن عبد من عباد، أن تموت وقد أعنت إعانة صالحة، فكل عمل ينفع البلاد وينفع العباد بعد موتك فهي خاتمة حسينة حسنة عظيمة. شحال واحد مثلا نسمعوا الآن قال لك فلان كمل الجامع ومات ما صلاش كاع فيه، فلان عطى واحد الأرض للمقبرة وسبحان الله قال لك دفن فيها هو الأول. معناه هذا عمل يختم به العبد وتبقى للعباد. فأي عمل صالح ينفع البلاد ينفع العباد، كان العمل دينيا أم ثقافيا أم سياسيا أم اقتصاديا أم اجتماعيا ينفع البلاد والعباد، فهو عمل يختم به العبد كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا. الأول اللي قلنا إذا أراد الله بعبد خيرا عسله، قال وما عسله؟ قال يعمل واحد العمل ويموت، يكون يصلي ويموت، يكون ساجد ويموت، يكون صائم ويموت، هذاك عمل خاص به. هنا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل وما استعمله يا رسول الله؟ قال: يفتح الله له عملا بين يديه للعباد حتى يرضى عنهم من حولاه ثم يموت. يدير واحد العمل القبيلة ويضربها بموتها، حتى الناس يبقاو تشكروا سبحان الله العظيم داك السيد دار واحد العمل، حفر واحد البير، عطى واحد الارض، بنى واحد المسجد، بنى واحد المدرسه، دار واحد الدار واحد الفقراء، عطى واحد الشيء الصدقه، دار كذا، دار واحد العمل ديال الخير ومات حتى يرضى عنه من حوله، الناس يبقاو يذكروه من بعده. فهمتي؟ وذكرناها واحد الجمعه كنا سنكتب ما قدموا واثارهم. كل عمل تيعملو الانسان وتيخليه ديال الخير يبقى الى يوم الدين. إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل وما استعمله يا رسول الله؟ قال يفتح الله له عملا بين يديه وحتى إلى موته حتى يصل والناس يرضوا ويرضى عنه من حوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: هذا مطلب عظيم